في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمحافظات الجمهورية، نظمت إحدى جمعيات التحالف معرضاً لتوزيع الآلاف من قطع الملابس، وشمل هذا المعرض عدداً كبيراً من الشنط والأدوات المدرسية، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث تم توزيعه على أكثر من 3000 مستفيد من أبناء محافظة الجيزة. مع بداية عام دراسي جديد، انطلق معرض كساء التابع لجمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في منطقة العجوزة بالجيزة، عشان يوفر الملابس لكل الأعمار وكمان احتياجات المدارس للأطفال، في يوم كان مليء بالنشاط والتفاؤل. احنا النهارده مستهدفين كساء الأسر، حوالي 3000 أسرة، 3000 فرد ان شاء الله هيساعدوا بالملابس وأدوات مدرسية وشنط مدرسية وحلوى الأطفال. الملابس النهارده بيتوفر معانا أكتر من حوالي 5000 قطعة ملابس. ال 5000 دول مقسمين لأصناف كتير، أطفالي ورجالي وحريمي. بعد ما بتاخد اللبس بتاخد شعالة تلاك الشنط المدرسية، جايبين شنط جديدة بأدوات مدرسية كلها جديدة لأطفالنا طبعا، لأن التعليم مهم جدا للأجيال الجاية. احنا بيبقى معانا عدد متطوعين كبير، بيبدأ ان كل متطوع ياخد مرافق، ياخد أسرة تمام، بيدخل معاها التراك يتأكد انها واخدة اللبس وعدد القطع اللي معاها، ويتأكد انها اخدت كل حاجاتها، يعني عشان ما تبقاش أسرة واخدة حاجة ناقصاها او كده. الجمعية وفرت من خلال المعرض 5000 قطعة عشان توزعهم على اكتر من 3000 مواطن من رجال وسيدات واطفال، وكمان وفرت شنط مدرسية ومنتجات ترفيهية لأولادنا، واللي كانت عامل مهم في إدخال البهجة والسرور على كل الزوار. هنا عاملين زي كل قسم أو كل كارنفال بيقدم حاجة معينة، ملابس، شنط، زي ما انت شايف، أي حاجة، ألعاب، رسم على الوش، فشار، حاجات بسيطة قوي ممكن تسعد إنسان. والله نشكرهم جامد قوي 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 قوي، يعني بتهموا باليتيم قوي والناس الغلابة، مش مهم يتيم بس، يدور على الناس الغلابه ويسال عليهم وكتبوا اسامينا في الورق وجبنا الحاجات لحد البيت. اليوم كان حلو جدا، والفرحه حلوه للاطفال اللي معانا بالذات. جيت عشان ناخد كتبات المدرسه، شنطه المدرسه. انا كنت جايه اخد شنطه مدرسه، ولما دخلت لقيت لبس احلى، وبنشكر جمعيه رساله. جيت اخد للعيال لبس والدنيا حلوه وخدنا كل حاجه. كتر الف خيرهم وجزاهم الله كل خير. كلمه السر في المعرض كانت المتطوعين اللي تواجدوا من كل مكان عشان يشاركوا في مساعده الاهالي في الحصول على الملابس ومستلزمات الدراسه، واللي بدورهم ساعدوا ان المعرض يكون منظم عشان يوصل الدعم لمستحقيه.